في أخبارنا الليلة أيضا، أعلن تطبيق واتساب إطلاق تجربة تهدف إلى تحرير مستخدميه من الهواتف المحمولة وقيودها كأعطال البطارية المألوفة. أوضح فريق المسائل الأمنية أن هذه الميزة الجديدة تتيح استخدام واتساب على الهاتف وما يصل إلى 4 أجهزة أخرى غير هاتفية في وقت واحد حتى لو نفذت البطارية. أشارت الشركة إلى أن بنية واتساب الجديدة القائمة على تعدد الأجهزة تزيل الحواجز المتعلقة ببطء الأجهزة المصاحبة أو فقدانها الاتصال بالإنترنت، وتبقي على تزامن بيانات المستخدم وخصوصيتها بطريقة شفافة وآمنة. مع تطبيق واتساب، حيث أعلنت الشركة عن إيقاف أكثر من 2 مليون حساب في الهند من شهر مايو حتى يونيو لانتهاك قوانين التطبيق. وبحسب الشركة، تم حظر 95% من هؤلاء المستخدمين لعدم التزامهم بعدد المرات المحددة لإعادة توجيه الرسائل في الهند. وقالت خدمة المراسلة التي تملكها شركة فيسبوك إن تركيزها الأساسي هو منع الحسابات في الهند من إرسال رسائل ضارة أو أخبار كاذبة على نطاق واسع. وبحسب التطبيق، فإن الرسائل ومقاطع الفيديو المتداولة بكميات كبيرة حرضت في الماضي على العنف، وفي بعض الحالات أدت إلى الوفاة. استأنف برج إيفل في باريس استقبال زواره بعد توقف دام ل8 أشهر جراء تفشي وباء كوفيد-19 في فرنسا، هو الأطول لهذا المعلم السياحي الشهير منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وقد شهد فتح البرج مجدداً أجواء احتفالية بحضور عدد من الزائرين، فيما كان ارتداء الكمامات إلزامياً، وتم تحديد طاقة المصاعد ب50%، بالإضافة إلى أنه لن يتعدى عدد الزوار 10,000 يومياً بعد أن كانوا قبل الجائحة حوالي 25,000 زائر. واعتباراً من 21 من الشهر الجاري، ستكون الزيارات مسموحة فقط للأشخاص المطعمين ضد فيروس كورونا، وذلك حسب الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون في خطابه الأخير. تختتم عروض الأفلام المنافسة على السعفة الذهبية لمهرجان كان الفرنسي مع فيلمين من المقرر أن يعرضا اليوم، قبل أن تختلي لجنة التحكيم لاختيار الفائزين في الدورة 74 من هذا الحدث السينمائي العريق. وشكلت عودة مهرجان كان السينمائي هذا العام بارقة أمل لأوساط السينما العالمية في وسط أوضاع صحية استثنائية يشهدها العالم، إذ جمع عددا من النجوم والمخرجين العالميين على السجادة الحمراء ومجموعة أفلام من كافة أنحاء العالم. وتضمنت لجنة التحكيم مجموعة من الفنانين والمخرجين مثل المخرج البرازيلي كليبر مندوسا والمغنية الفرنسية ميلين فارمر. أعلنت شركة بلو أوريجين الخاصة بالملياردير جيف بيزوس أن الشاب أوليفر ديمون البالغ من العمر 18 عاماً سينضم إلى طاقم الرحلة السياحية الفضائية الأولى للشركة المقررة يوم الثلاثاء المقبل، ليصبح بذلك أصغر رائد فضاء في التاريخ. وبعد انسحاب الفائز في المزاد، انضم ديمون إلى المدنيين الأربعة بعد أن دفع والده من أجل مقعده. وأوضحت شركة بلو أوريجين أن إضافة ديمون تعني أن الرحلة ستضم أكبر شخص سناً يطير إلى الفضاء، وهي وولي فونك البالغة من العمر 82 عاماً، أصغر شخص سناً، وهو ديمون الذي سينضم إليهما في الرحلة مؤسس أمازون جيف بيزوس وشقيقه. بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. غدا نلقاكم بإذن الله، شكرا لكم للمتابعة، في أمان الله. في أمان الله.